أكيد يعني نتمنى إن شاء الله يكون في تعاون في النسخة الرابعة من رالي داكار، وطبعا نتمنى أن يكون من الفوز من نصيبنا إن شاء الله. رالي المغرب هو من أجمل الراليات في هذه البطولة، والحمد لله يعني حالفنا الحظ بفوزنا 6 مرات في مسيرتنا في رالي المغرب، ونتطلع إن شاء الله للمرة 7 في هذه المشاركة إن شاء الله. طبعا أكيد هذا الرالي هو يعتبر من أجمل الراليات في العالم، وطبعا الكل متواجد في هذا الرالي ويستعد ويجهز نفسه والفريق لأكبر حدث في رياضة المحركات اللي هو رالي داكار إن شاء الله. طبعا هدفنا إن شاء الله هو الفوز، وكل الشكر للمنظمين وللحكومة، وخاصة يعني منطقة أكادير من أجمل المناطق السياحية، وطبعا راح تكون التضاريس جدا مختلفة على الكل، وتضاريس رالي المغرب من أصعب الراليات، وطبعا السنة هذه تعتبر سنة مختلفة عن جميع السنوات اللي شاركنا فيها، وطبعا نتمنى التوفيق إن شاء الله، وهو هدفنا الفوز بهذا الرالي وتصدرنا لبطولة العالم قبل الجولة الأخيرة اللي راح تنطلق إن شاء الله بالأندلس. الجولة الثالثة من بطولة العالم، طبعا دعواتكم لنا بالتوفيق، وإن شاء الله المنافسة بتكون قوية في المغرب وفي تضاريس المغرب المختلفة، وإن شاء الله نحقق مركز متقدم وسلامة جميع المتسابقين، هذا أهم شيء. السنة اللي فاتت حققنا المركز الثاني، وإن شاء الله السنة هذه يكون المركز الأول من نصيبنا إن شاء الله. طبعا المراحل السنة هذه جديدة تقريبا على الجميع، لها فترة طويلة ما جت الرالي في المناطق هذه، ومراحل جديدة، وهذه تعطي المنافسة وروح المنافسة الجديدة للمتسابقين إن شاء الله جميعا. طبعا أكيد أفضل السائقين موجودين هنا، ومنافسة جدا قوية، وبتكون المنافسة جدا شرسة، وإن شاء الله الله يوفقنا ونتمم على خير إن شاء الله. هذه ثاني مشاركة لي في الرالي المغرب. العام الفايت كلاسيت مزيان وجبت نتيجة، وذكر في العربية السعودية، والحمد لله هذه ثاني مشاركة. غادي ننطلقوا من أكادير باش نكتشفوا أقاليمنا الصحراوية اللي هما خوتنا وحبابنا وبلدنا، ونمثلوا المغرب أحسن تمثيل في رالي المغرب 2022. فاش درت الدكار رالي دكار في السعودية كانت حققت إنجازات مزيانين، ودابا أنا فرحان باش نشارك في هذا الرالي، لأن عندي الخبرة وبغيت نمثل المغرب أحسن تمثيل باش نمثلوا المغرب ديالنا احسن تمثيل. الحمد لله التضاريس ديال هذا الرالي ديال المغرب غادي تكون تضاريس جميله، لان تنعرفوا الصحراء ديالنا كاين فيها المناظر خلابه، وفيها التضاريس، فيها الرمالي، وفيها الحجر، فيها كل شيء. التضاريس تكون جميله، وتنعرفوا هذه جبهه لان بلد ديالنا، والحمد لله غادي نجيبوا شي نتيجه احسن من العام الفايت ان شاء الله. السائقه الوحيده المغربيه في رالي المغرب، هذه رابع مشاركة لي في هذا الرالي هذا. بالحق عندي مشاركات وحدين اخرين، واحد في اسبانيا ووحدين اخرين في المغرب. هذه المنطقة هذه غتكون جديدة عليا، بالنسبة لي اول مرة غنشارك في هذه المنطقة هذه. Je suis fière d'être parmi toutes les nationalités et de porter la responsabilité de ce drapeau et de représenter la femme marocaine. Alors, أحسن الإنجازات اللي حققت، alors في 2019 كان عندي ان كلاسمون، كنت 5e de ma catégorie open، et العام اللي فات la première fois en SSV en buggy j'étais classée 8e SSV. شاركت في الأندلس في رالي الأندلوتشيا غالي مع نفس المنظم ديال رالي المغرب، هو اللي عرض عليا باش نشرف المغرب خارج المغرب. المرأة المغربية لا ماشي خاصها، راه كاينة، غير كنبينوا بأن المرأة المغربية كتقدر على أي مجال، هذا هو اللي نقول. ولو مجال رجالي، مجال صعيب، المرأة المغربية كتقدر توصل ملي كتبغي.
لعبت الغالي دي ماروك العام اللي فات بالكاتيجوري اونديرو مع لي زاماتور وربحت اول مشاركه دونك كانت مفاجاه كبيره. وهذا العام ان شاء الله غادي نلعب في كاتيجوري غالي 3 اللي داخله في البطوله العالم، هيكون فيها لو نيفو طالع بزاف، ولكن كنتمنى ان شاء الله ندير شي ريزولطا اللي هو مزيان ان شاء الله. كنايا انا كبرت في المغرب ودرت البطوله ديال الموتو كروس عده المرات، ربحت البطوله ديال الموتو كروس كروس كونتري ومشيت لعبت في زعما لعبت بالرايه المغربيه على برا في يونان في ايطاليا، دونك عندي تجربه بزاف في لوروب. ومن بعد دست من الموتو كروس اللي هو في سيركوي دست للغالي اللي هو في الصحراء وداكشي، وهذا الدومين ديال هذا الدومين مازال انا جديد فيه. ولكن العام اللي فات عطيت مزيانه، عطيت نتيجه مزيانه، دونك كنتمنى نقدر ندير من هنا لقدام ندير شي حاجه مزيانه في هذا الدومين ان شاء الله. جيت نحضر لهذا الرالي باش نصر على الامور التقنيه واللوجستيكيه باش يدوز في احسن الظروف، ولا سيما ان المهام ديال البيئه ولات كتعطيها واحد الاهميه كبيره في هاد الراليات، ولا سيما ان كاين يعني كاين لا لوجيستيك اللي داخله البلاد بزاف، ولا بروبرتي ديال لي بيست، ويكون يعني دوز في ظروف وهاد لو غالي يعني ثاني رالي في العالم بعد لو داكار، دونك تيدوز في البلاد ديالنا، والجامعه يعني كتدخل بواحد الطاقم تقني باش تكون الظروف جيده لا من ناحيه ديال المحافظه على البيئه، ولا توفر واحد الاستراتيجي دو بيلوتاج بالنسبه لي بيلوت ماروكان، لان بلادنا الحمد لله دخلت في واحد سياق جديد وهو المحافظه على البيئه، وتنشوفوا بان المغرب بذل واحد المجهودات كبيره، ودابا جا الدور ديال الرياضه باش هي تكون في الصداره ديال الاهتمام ديال الجامعه والدوله ديالنا بصفه خاصه، باش هاد السباقات تكون يعني سباقات يعني جوده عاليه من ناحيه النظافه، من ناحيه البريزونطاسيون ديال لي بيلوت، لان كنشوفوا تقريبا دول بزاف مشاركين هنايا، وهذا كتعطي الصوره على المغرب، وهذا كيشرف البلاد ديالنا وتعطيها واحد الامكانيه عالميه. هذه السنه كاينه مشاركه ديال متسابقين مغاربه اللي هما امين شيكروس وعلي اخربوش في رالي دي ماروك. هذه السنه رالي دي ماروك كيعرف تغيير من ناحيه المسار، وهذه سابقه لانه هذه السنه اللي كيميزها هو انه غادي ياخذ ان ديبار من اكادير نحو طنطان نحو العيون، اي هذا العام غادي يكون واحد باركور اللي كيمشي للصحراء المغربيه ديالنا، غادي وكاع المتابعين تاع هذا الشان غادي يمكنهم من خلال هذا الراري انهم يكتشفوا المناطق والتضاريس والانجازات اللي كاينه عندنا في جنوب المغرب وفي الصحراء المغربيه. هذا العام تنظن الجامعه هابطه بالثقل ديالها كامل، اي كاين متسابقين مغاربه، كاينين اطر مغاربه في لجنه الحكام، وكاين اطر تقنيه ديال الجامعه اللي عندهم ليسونس في الجامعه الدوليه في مجال المحافظه على البيئه، واللي غادي يواكبوا هذا الرالي باش يمشيو ويشوفوا الاثار ديالو، وميم طون يديروا خدمتهم في التقطير في هذا النوع ديال 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 السباقات، ويمشيو في التوجه اللي كتنهجوا الدوله ديالنا اللي هي المحافظه على البيئه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.